اللاعب فوزي. كرة بالإعادة هنا محاولة فوزي للمرشح الكرة من ثم السقوط والحكم الذي كانت زاوية الرؤية لديه جيدة تلعب الكرة في الجانب الأيمن لمصلحتي نادي الدهر أو لفريق استقلال لدشان تلعب الكرة طويلة عالية في أقصى الجهة اليسرى فرصة لرمي التماس توقع الكرة في وسط الملعب من جديد لفريق استقلال دوشان عادت الكرة مجددا ولا شيء كريم تلعب هذه الكرة طويلة في وسط الملعب مرة أخرى إلى أقصى اليسار هنا محاولة للمرور والتقدم الكرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى ترسل هذه الكرة الطويلة في وسط الملعب من جديد لمصلحة فريق استقلال لدوشان والتسديدة العرضية لا تأتي لكن في الأخير الكرة عادت مجددا في وسط الملعب إنما هنا التسديدة هدف رابع عن طريق اللاعب فوسيف يسجل رابع لفريق استقلال والمهمة أصبحت صعبة إن لم تكن مستحيلة على الفريق الماليزي يستقبل الهدف الرابع في هذا اللقاء تسديدة أتت قوية وهدف رابع في هذه اللحظات في هذه الأثناء والتغيير العمل يدخل بديلا لفريق استقلال لدشان لعب الكرة طويلة عالية في أقصى الجهة اليسرى فرصة لرمي التماس توقع الكرة في وسط الملعب من جديد إنما هنا التسديدة هدف رابع عن طريق اللاعب فوسيف
يسجل الرابع لفريق استقلال والمهمة أصبحت صعبة إن تكون مستحيلة على الفريق الماليزي بهان يستقبل الهدف الرابع في هذا اللقاء. الكرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى. ترسل هذه الكرة الطويلة في وسط الملعب من جديد. لمصلحة الفريق استقلال لدوشان. والتسديدة العرضية لا تأتي. لكن في الأخير. الكرة عادت مجددا. لفريق استقلال دوشان. عادت الكرة مجددا. ولا شيء كريم لك. تلعب هذه الكرة طويلة. في وسط الملعب مرة أخرى. إلى نفس اليسار ولا محاولة للمرور التقدم. لعب فوزي. كرة بالإعادة هنا محاولة فوزي للمرشح الكرة. من ثم السقوط والحكم الذي كانت زاوية الرؤية. لديه جيدة. تلعب الكرة في الجانب الأيمن. لمصلحتي نادي